يعني ثياب الميت بعض الناس يقول لا تلبسوا ثياب الميت، هذه ثياب ميت. ليش؟ يعني اللي يلبس ثياب الميت يموت؟ هذه خرافة، هذا جهل، هذا جهل وخرافة. ما في شيء يلبس الإنسان ثياب الميت، ما في بأس، ويتصدق بثياب الميت. طيب واللي تصدقنا عليه ولبسها يموت بعد؟ ها، فانتبهوا، لأن يوجد خرافات وجهل معشعش في عقول كثير من المسلمين. يقولك لا، بعضهم يروح يرمي الثياب في المزبلة، أعوذ بالله. هذا مال، الثياب مال، بعض الثياب غالية، تصدقوا فيها على الفقراء والمساكين.